الكوبيبه بس هعملها في صينيه. مقاديرها بقى عندي برغل مغسول ومنقوع شويه وبقى متصفي طبعا حلو قوي، لحمه مفرومه نيه، لحمه معصجه، بصل، بقدونس، جبنه موتزاريلا، بهارات وملح وفلفل. هجيب البرغل كميه كويسه، قولي كده مثلا ربع كيلو برغل، تغسليه وتنقعيه يعني شويه وبعدين تصفيه، وعليه بصلايه مبشوره. مش هحطها هنا سليمه، لو انا عايزه احط سليمه اطحنها هي الاول لوحدها، شويه بهارات وشويه ملح وفلفل، قولي كده على الربع كيلو ده معلقه صغيره ملح ومعلقه صغيره فلفل، واللحمه هو كله مع بعضه هيتطحن. وشويه البقدونس كمان، كله كله، وابدا بقى ايه اطحن فيها. نجيب شوية زيت صغيرين ناخد نص الكمية بقى كده، اللحمة المفرومة مع الصاجة طبعا، وابدا بقى ايه اجيب الجزء الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، افرد في ايدي كده واحط، عشان طبعا لو دلقتها هتتنحكش مع اللحمه، فلازم الطبقه الثانيه تبقى بالشكل ده. بص قبل ايدي، قبل ايدي بسيط كده ماشي، وابدا على وشها كده، وابدا بقى كده ايه اقطع، واجي هنا بقى احط جبنه واسيب الجزء اللي هو للي عايز يعمل دايت من غير جبنه. بسم الله الرحمن الرحيم، من تحت شويه وفوق شويه.